357 طالبا وطالبة من مختلف المحافظات يحصدون ثمار مشاركتهم في ختام البطولة الوطنية لعلوم الروبوت روبوتي صديقي في دار الأسد للثقافة في اللاذقية. حفل الختام كان فعلا مهرجان مميز، يعني احنا كانت المفاجأة العدد الكبير من الفرق اللي تم تتويجها. المعيار الجديد بتتويج الفرق بأولمبياد الروبوت العالمي هي وفق العلامات، فارتفاع المستوى اللي بهذا الأولمبياد يعني تقريبا حوالي 80% من الفرق جابت علامات جيدة وأخذت الميداليات برونزية وفضية وذهبية. طبعا بالنتيجة رح يتأهل يعني مجموعة فرق للنهائي العالمي. نحن بنشوف الشروط يلي موجودة بالأولمبياد ومنحاول نأهل الفرق اللي بتنافس على المستوى العالمي مثل كل سنة ونحقق نتائج عالمية على إن شاء الله. اليوم نحن باستضافة المركز الثقافي باللاذقية لاختتام حفل البطولة الوطنية لأولمبياد الروبوت العالمي. تم تكريم الفئات كافة بالميداليات برونز ذهب فضة، وأكيد تكريم الكأس للفريق الأول على الفئة واللي هن المرشحين السفر أو عالميا ليمثلوا سوريا عالميا، ولكن بعد اختبارات معينة رح تتم لانتقاء الفريق اللي رح يسافر. بالحقيقة اللي بميز المسابقة هاي السنة كان عدد المتسابقين أو المشاركين يزيد عن 100 فريق، موزعة على أربع فئات أساسية اللي هي عبارة عن روبو ميشن، روبوتات المهمات، فيوتشر إنوفيتر مبدعين مستقبل، وفيوتشر انجينير مبدعين المهندسين المبدعين، بالإضافة إلى فئة الأوبن. الطلاب يمثلون 126 فريقا محملين بروح المنافسة للتأهل للبطولة العالمية المقررة في تشرين الثاني المقبل في ألمانيا. يوم حلو كتير، يوم حصاد بالنسبة لتعب دام أسابيع. أخذنا اليوم ميدالية فضية على فئة السينيور الفئة العليا بالنسبة للأعمار. جينا دربنا منيح أنا وفريقي، كان في شوية مشاكل وتعاوننا لنحلها مع بعض، وآخر شيء وصلنا برونزية ونطمح منها للأعلى. المشروع السنية بيكون عن روبوت هو كعامل بمصنع، تمام، عامل في حرائق بالمصنع لازم ينقذ الناس ويطفي الحرائق. بلشنا مسابقة مبارح بثلاث جولات مع التعب، بس حاولنا، واليوم كان جولتين لحتى اجينا اليوم على التكريم وحصلنا على الميدالية البرونزية. اليوم حققنا المركز الأول والميدالية الذهبية بهيدي الفئة، هيدي تاني مشاركة لنا. العام الماضي كمان حققنا المركز الأول والمركز الثالث على مستوى العالم، وإن شاء الله السنة بنحقق نتيجة كويسة على مستوى العالم. شاركت السنة أنا وزملائي ببطولة WRO بالفيوتشر إنجينير، واللي المسابقة كانت عبارة عن عربية ذاتية القيادة، والحمد لله حصلنا على الميدالية الذهبية. منافسة بالأفكار والابتكار في مجال علوم الروبوت وتطوير للنماذج من أجل رفع اسم سوريا عاليا في المحافل الدولية.